من العاصمة المصرية القاهرة انضم إلينا مباشرة اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي. بعد التحية لك سيدي. يعني الاحتلال الإسرائيلي إلى الآن في حربه المستمرة على قطاع غزة يقوم بنسف مربعات سكنية بأكملها وخاصة في منطقة جباليا بشمال القطاع. ترى لماذا يتبع سيادة اللواء أيمن الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة بنسف هذه المربعات السكنية بأكملها؟ أهلا بك أستاذ حساني وأهلا بمشاهدينا الكرام. اسمح لي في البداية أن أؤكد على أن إسرائيل بتقترب إلى ما يسمى بالفشل الكامل والنهائي بعد حرب طويلة استمرت على مدار أكثر من 400 يوم من الدمار والخراب واستخدام كافة وسائل القوة الغاشمة، ولكنها لم تحقق أي أهداف تم الإعلان عنها، ولم تستطيع كسر إرادة المقاومة الفلسطينية. وتؤكد على دائما أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في حربها. أما عن سؤال حضرتك، عايز أقول لحضرتك أن إسرائيل بتطبق في شمال قطاع غزة ما يعرف بخطة الجنرالات التي وضعها اللواء السابق جيورا ألين ووافق عليها عدد من لواءات الجيش، وعشان كده سميت خطة الجنرالات، التي تنص على احتلال كامل لشمال قطاع غزة وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه تحت تأثير ما يرتكب من أعمال القصف المكثف. صحيح. والمتواصل. وهي خطة أيها النبي سيادة اللواء حقيقة، لأنها تهدف فيما يبدو إلى فصل شمال غزة عن الجنوب. يعني بعد أن تحدث على أن أيلاند هذا الجنرال يعني هو الذي قام بوضع خطة استراتيجية لهذه الخطة، يبدو أن نتنياهو أيضا يريد أن ينفذها. بالفعل يا فندم، وعايز أقول لحضرتك أن الهدف من خطة جيورا ألين من الناحية السياسية تتمثل في محاولة تحقيق أي مكاسب ملموسة أمام الشارع الإسرائيلي، لأن إسرائيل تسعى من خلال هذه الخطة إلى إحداث تغييرات ديموغرافية طويلة الأجل من خلال النزوح لسكان شمال قطاع غزة واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة أو منطقة عزلة. وعايز أقول لحضرتك أن أعمال الدمار اللي بتتم دي كلها إسرائيل بتستخدم في هذه الأعمال وكما يطلقون عليها استراتيجية نسف المباني عن طريق أن هو بيستخدم براميل متفجرة ويتم إسقاطها على الأحياء السكنية. هذه البراميل عبارة عن وعاء معدني على شكل برميل أو وعاء أسمنتي أو أسطوانة معدنية يتم ملؤها بالمواد شديدة الانفجار والوقود لإحداث خسائر أثناء سقوطها، بالإضافة إلى شظايا ومسامير، وتحقق أثر تدميري كبير. طيب احنا لو تساءلنا لماذا يعني هل استخدام هذه يعني الخطة التدميرية من خلال إلقاء كما تقول هذه المتفجرات وبها مسامير طبعا هو الذي أدى إلى هذا الحجم أو العدد الكبير في المصابين والجرحى سيادة اللواء؟ بالفعل يا فندم. وعايز أقول لحضرتك أن إسرائيل من الدول الأوائل التي تستخدم هذه البراميل المتفجرة، والتي تعتبر مخالفة أو مخالفة إضافية للمخالفات التي تنتهكها إسرائيل، حيث صدر قرار من مجلس الأمن رقم 2139 عام 2014 بإدانة استخدام البراميل المتفجرة ووصفها من الأسلحة الإرهابية غير النظامية. طيب لماذا تستخدم إسرائيل هذه الأسلحة في الوقت الحالي أو البراميل المتفجرة لنسف المباني وتدمير البنية التحتية؟ كما ذكرت حضرتك في تقريرك 95% من البنية التحتية أو 100%. عايز أقول لحضرتك أن بتعتبر استراتيجية إسرائيل اللي بتستخدمها من البراميل المتفجرة أنها بتوفر عليها الجهد والوقت في الوصول والتقدم ميدانيا عبر إزالة تجمعات كبيرة. في نفس الوقت بتقتصد في الأنواع الأخرى من الذخائر، إن هي بتوفر هذه الذخائر لاستخدامها في عمليات. يعني عايز أقول لحضرتك من الآخر، هي أقل كلفة من الذخائر التقليدية. نعم. وذات تأثير قوي وطاقة تدميرية كبيرة. لكن بالإضافة إلى هذا سيادة اللواء، التقارير طبعا أكدت بالدلائل منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
وهذه الحرب استمرت لعام الآن، تتجه إلى العام الثاني بعد مرور حوالي شهرين على هذه الحرب على قطاع غزة. التقارير أكدت بالأدلة أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم قنابل فسفورية شديدة الخطورة على مساحات واسعة من قطاع غزة. خطورة هذه القنابل أيضا حتى على ليس على السكان فقط لكن على الأرض في الزمن البعيد. بالفعل يا فندم، إسرائيل بتستخدم كافة أنواع الأسلحة المشروعة والغير مشروعة، تحاول من خلال استخدامها القوة الغاشمة أن تحقق أي أهداف على الأرض. أنا عايز أقول لحضرتك أن يعني يكفي أن أهالي الأسرى في إسرائيل لديهم قناعة كاملة دلوقتي أن بنيامين نتنياهو بيعول على الوقت ويماطل في الوقت لتحقيق أي أهداف، وده على حساب الأسرى الفلسطينيين، وليس لديه القدرة على وقف إطلاق النار. على وعلى تصريح لوزير المالية المتطرف سموتريتش أنه لن يوافق على صفقة توقف الحرب في قطاع غزة، ولن يتم إيقاف الحرب إلا بالقضاء التام على حركة حماس. بالإضافة سيادة يعني اللواء أيمن، الحديث حول خطة الجنرالات التي يتبعها نتنياهو، كانت هناك خطة أيضا كان يريد أن ينفذها شارون، وإن يعني دفنت هذه الخطة مع موت شارون، وهي خطة تسمى بخطة الأصابع الخمسة. هذه خطة أيضا تم استدعاؤها في هذا الوقت. كيف ترى يعني خطورة هذه الخطة، وما الذي ترمي إليه بالإضافة إلى خطة الجنرالات هذه؟ عايز أقول لحضرتك أن إسرائيل ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر عام 2023 تستهدف إلى تفتيت وتقسيم قطاع غزة إلى أجزاء، تفصل الشمال عن الجنوب وتفصل الوسط عن الشمال والجنوب، ومحاولة استهداف كل منطقة من هذه المناطق على حدة، فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه بهدف قطع الإمدادات عن سكان قطاع غزة المتواجدين، لأن عمليات النزوح وعمليات أوامر الإخلاء والنزوح التي بيدعو إليها لا يستجيب لها عدد كبير من سكان قطاع غزة خاصة في الشمال. عندنا في الشمال في مناطق جباليا وفي بيت لاهيا وفي بيت حنون، في عمليات قصف مكثف باستخدام القوات الجوية وباستخدام المدفعيات وباستخدام وإلقاء قنابل متفجرة، هذه الوسائل الكثيرة والمتعددة والقصف الهدف منه إن هو يعمل عمليات نزوح للسكان من شمال إلى جنوب غزة. ولكن عايز أقول لحضرتك في عدد كبير طبقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي لم يستجيبوا ورفضوا، لأنهم يرون أنه لا توجد مناطق آمنة في قطاع غزة. لكن حضرتك يعني كل هذه الخطط، سواء كان خطة ما يسمى بالأصابع الخمسة التي تم استدعاؤها حتى بعد موت شارون الذي كان يتبنى هذه الخطة، خطة الجنرالات، هل ترى أن مثل هكذا خطط تنفذ في قطاع غزة وخاصة في الجمال في شمال قطاع غزة لفصله عن الجنوب، هي خطط يعني إنهاء أي وجود للفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي العمل على انتشار ما يسمى بالخلايا الاستيطانية للاحتلال؟ أنا طبعا بتفق مع حضرتك أن دي كلها مخططات إسرائيلية بتستهدف عمليات العزل، سواء عن طريق فصل الشمال عن الجنوب، والخطة اللي أعلن عنها اللي هي وضعت في بداية سبتمبر بهدف تهجير السكان كلهم وإخلاء شمال قطاع غزة. أنا عايز أقول لحضرتك هنا، عايز أوضح وأشير أن الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ للتخطيط لإنشاء معابر في وسط قطاع غزة من شأنها عزل المنطقة، وإسرائيل تروج حاليا. يعني هو يريد أن يمهد الأرض الآن، يسطح الأرض، سياسة الأرض المحروقة، وبالتالي ينهي أي وجود عسكري، أي وجود فلسطيني، لكي يقوم بإنشاء هذه الخلايا الاستيطانية، وأيضا ما يسمى بالكنيسة اليهودي في تلك المناطق. بالفعل يا فندم، وعايز أقول لحضرتك أن هذا النهج الإسرائيلي تم اتباعه من قبل في قطاع غزة في عملياته في 2008 حينما كان يريد أو صمم طريق مشابه لما يسمى حاليا لمنطقة العزل دي، من منطقة قرني إلى منطقة حي الزيتون. هو حاليا يروج حاليا إلى الطريق رقم 749، وهو الاسم المؤقت
لممر يفصل ما بين شمال قطاع غزة عن باقي القطاع. نعم. يمتد هذا الطريق من مستوطنات الغلاف إلى شاطئ غزة، يعني من مستوطنة نحال عوز وينتهي عند البحر المتوسط. ووضع الجيش الإسرائيلي على وعلى هذا الطريق، هذا الطريق غير مسفلت أو غير ممهد تماما. نعم. ولكنه وضع على هذا الطريق عدد أو مجموعة من السواتر الترابية على جانبي هذا الطريق، خوفا من تحول قواته التي تسير على هذا الطريق إلى أهداف للمقاومة الفلسطينية. نعم، واضح إذا ما تقول من تفاصيل كنت معنا فيها مباشرة من العاصمة المصرية للقاهرة، اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي. أشكرك سيدي.